بسم الله، ربنا أرنا ما ينفعنا واكتب لنا وأنت مبارك لنا فيه. أمين سيدنا يا عظيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ما محرم حد ربي. العطاء لأهل الدنيا أهل العاجلة كان عطاء، ولكن ينسب العطاء إلى أنفسهم المريضة الكاذبة، يعني الناس تعيش في الكذب، يتنفسوا الكذب كما يتنفسوا الهواء، يعني لا ما يكفوش عن الكذب. ها ورينا الكذب، ساركوزي كذب كذب، وقال أنا في ذاته أو عند المقربين إليه قال أنا خير رؤساء، أنا ثابت، أنا نظيف، أنا يدي مش ملطخة بالجرائم. ساركوزي هاو القضاة ومن هم مقابلين له، القضاة هذوما قالوا له أقل شيء طالبين عاش 4 سنين سجنا. هل اللي قال أنا وأنا وزكى نفسه من كل بلاء وزكى نفسه من كل إجرام، هل منع من انتقام الرحمن في هذه الدنيا؟ هو عجل وأخذ وأخذ، عاد عجل ربي بسخاك وزلات وزلزلات مع المحاكم. شوف عاد وين هو تو، بعد ما كان يعب عبا المال من السراق اللي قام اليهود اللي هو منهم، أو إذا كان مش منهم كان عبد ذليل يخدمهم، ورينا منه سرقات خاصة كانت عند القذافي في عهد القذافي، والقذافي عنده منا كما تقول أنت طفراتك تهبال، يعني يحب ساركوزي يخدم له بعض الأشياء ومقابل الخدمة ذيك اللي هي ربما زيادة تضييق فرنسا على المسلمين الأحرار. أنا قال له احنا دونون دونون، انت تعطيني تحقيق اللي طلبت وانا نعطيك المال اللي انت يصلح لك باش تنتظر في الانتخابات، وهذا قليل من كثير. لكن لا منع القذافي من غضب الله، ولا منع هذا، مازال ما جاتوش المنية، لكن مستولي كل لحظة من حياته كأنها سنوات طويلة. كيفاش من عالي النيابة إلى أسفل السافلين، وهذا مجرد. وحنا نقول للروس الخامجة اللي يقال للقذافي واللي يقال للساركوزي واللي قال يقع لترامب واللي مش يقع النت نتنياهو والكلاب اللي يحكموا في الخليج الكربي، نفس الشيء مصيركم أنا مش يكون من نفس النوع اللي ذاقوه وختموا بهم حياتهم الذين ذكرنا ومن لم نذكرهم كثير ليس بالقليل. والسلام على مولانا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوات الله وسلامه. نحن من فعلا أعزاء بربنا العزيز، ونحن أهل خير ووفاء لربنا ولأنفسنا ولغيرنا، حتى مع الملائكة الكرام ومع الأكوان كلها نحن أهل وفاء. إذا كانوا عندنا باش نقوم بعمل خيري نقوم به بكل حماسة وكل جهد صادق، لأنه نبتغي به من وراء ذلك وجه الله ومرضاته. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.